حي الجمالية له شهرة تاريخية وعالمية لأنه يعتبر مجمع تراث القاهرة من ساعة ما اتبنى. حي الجمالية فيه 18 شياخة، أهمها شياخة الجمالية وبرقوق وقايت باي والبندقدار والمنصورية والدراسة اللي فيها جامع الحسين وقصر الشوق وخان الخليلي والخرنفش. يعني من الآخر كده الحي ده هو مصر اللي لما نمشي في الشوارع بتاعته نشم ريحة التاريخ. تسمية الحي جت نسبة للأمير جمال الدين محمود الاستدار وهو من عهد المماليك، وده بعد ما بنى في الحي مدرسة سنة 1409 وكانت من أعظم مدارس القاهرة. خرج من حي الجمالية مفكرين وأدباء. يقول الروائي المصري والأديب العالمي نجيب محفوظ عن حي الجمالية اللي اتولد وتربى بين حواريه إن هذا الحي التاريخي، حي الجمالية أو شياخة الجمالية، ظل يأسرني داخله مدة طويلة من عمري، وحتى بعد أن سكنت خارجه وحين استطعت أن أفك قيود أسره من حول عنقي لم يأتي هذا ببساطة. إنك تخرج منه لتعود إليه، كأن هناك خيوطاً غير مرئية تشدك إليه، وحين تعود إليه تنسى نفسك فيه. فهذا الحي هو مصر، تفوح منه رائحة التاريخ لتملأ أنفك وتظل تستنشقها من دون ملل. هنا البيت اللي تولد فيه نجيب محفوظ واللي حط بصمته الأولى على روحه وعقله وانعكس على أدبه كله، البيت رقم 8 حارة قرمز، أو زي ما كان بيتسمى درب قرمز. لقيت عالم من التفاصيل اللي محدش يقدر يحتويها ويخرجها كأدب راقي غير نجيب محفوظ. الشوارع الضيقة والبيوت المقفولة والمشربيات اللي بتخبي اللي وراها والأحجار اللي بتنبض بصوت التاريخ، حقيقي مكان مميز يستحق إن يكون ابنه أديب لامع وعظيم زي نجيب محفوظ. وصف محفوظ حي الجمالية في رواياته، وتحديداً في رواية زقاق المدق سنة 1947 وفي ثلاثية بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، ووصفه وصف مفصل. شارع المعز اللي كان اسمه زمان بين القصرين من أهم شوارع القاهرة التاريخية في منطقة الحسين اللي تولد وتربى فيه الكاتب العالمي الكبير نجيب محفوظ. مجمع السلطان قلاوون في ضريح السلطان قلاوون ومسجد ومدرسة ومستشفى اتبنوا في القرن الـ13 وكانت المستشفى لعلاج المرضى النفسيين وبتعتبر من أهم المستشفيات لعلاج المرضى النفسيين في العالم. ومن أثار العصر المملوكي مسجد السلطان برقوق اللي بينه وبين مسجد السلطان قلاوون مسافة 50 متر تقريباً، وهو مكان لطقوس التعبد الصوفية ومدرسة لتدريس المذاهب السنية الأربعة زي مذهب الإمام الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي واللي استمرت في مصر بعد العصر الفاطمي. متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ اللي اتبنى سنة 2016، وبيتكون المتحف من دورين. في الدور الأول في قاعات للندوات ومكتبة سمع بصرية ومكتبة عامة ومكتبة فيها أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ. أما الدور الثاني ففي جناح للأوسمة والشهادات اللي حصل عليها الأديب الراحل، وجناح تاني المتعلقات الشخصية وبعض الأوراق بخط إيده، وجناح لمؤلفاته اللي بتضم جميع أعماله بطباعتها القديمة والجديدة، وكمان أعماله المترجمة وقاعة للسينما